خلينا نروح للدكتور رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، وببارك له على مباراه النهارده في الدوري. المصري النهارده فاز على فاركو، ومصري ما شاء الله السنه دي ماشي كويس قوي مع كابتن علي ماهر وبينافس على الدوري، ودلوقتي في المركز الثاني في بطوله الدوري. فخليني ابارك له على الماتش ده واساله على موضوع شكوى نادي امبي وموضوع اللاعب المصري واللي خضع للتحقيق النهارده في اتحاد الكوره. يا دكتور رجب، ازاي حضرتك؟ اهلا يا كابتن كريم، ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بصحة وسلام، ربنا يخليك. مبروك للمصري النهارده ماتش فاركو. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك. يعني قبل ما نخش في مشكله لعيب النادي المصري، لازم يعني اعرف رايك وتعليقك على فوز المصري النهارده على فاركو واداء المصري ومنافسته على الدوري حتى الان. هو المصري على الطريق ان شاء الله. الامور كان في يعني سوء حظ خلال المباراتين اللي فاتوا، مع الاخطاء اللي تعودنا ان احنا نتحملها من الحكام، لكن ان شاء الله المصري يرجع، والمصري قادر باذن الله انه يحقق طموحات النادي المصري وطموحات جماهيره ان شاء الله. ان شاء الله. المصري قادر على المنافسه على الدوري السنه دي، ولا شايف ان المربع الذهبي هو الهدف؟ اعتقد ان وجودنا في المربع حق اصيل في ضوء السكواد العالي قوي اللي اتعمل، وفي ضوء اللي بيبذله الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الاداره. ايوه، يعني شايفين الهدف السنه دي المربع الذهبي، ومش وهتبقى حاجه حلوه لو الاهلي لو المصري بينافس على الدوري، يعني مش هتبقى حاجه وحشه. والله ربنا يسهل. يعني خلي بالك الفرق كلها مستوياتها قريبه من بعض يعني. والله ربنا يسهل. انت حضرتك يمكن كنت متابع جيد للفتره اللي فاتت. ايوه، واحنا تعرضنا لظلم تحكيمي فادح. والله معظم الانديه يا دكتور رجب كله بيشتكي من القصه دي. يعني انا للمنظومه دي انها تنضبط يعني. ان شاء الله، يعني كان محمد فاروق ومستر بيريا ان شاء الله يظبطوا يعني قصه التحكيم يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طيب تعليقك ايه بقى على موضوع الشكوى بتاعت نادي امبي في لاعب النادي المصري ابراهيم سعيد اللي هو في دوري 2003، وان اللعيب ده مزور وان اللعيب ده يعني كبير امر لا يليق برئيس نادي انه يطلع ويتهم النادي المصري بالتزوير، والنادي المصري مش طرف في الكلام ده خالص. النادي المصري بيستقي بياناته من خلال مستندات صادره من اجهزه الدوله الحكوميه، ومش طرف في اللي بيدور بالنسبه لمنافسه بينه وبين النادي الاهلي او اي نادي ثاني على المركز ده. أيوه. لكن انا شايف ان كان في تجاوز في حق النادي المصري لا يليق يعني. بس انا كابتن استاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي راجل محترم جدا، وهو اعتقد ما يقصدش النادي المصري كنادي مصري، هو قال لك ان الورق اللعيب يا كابتن كريم اتفضل. النهارده اما انا اطلع على الهواء اقول ان النادي المصري مزور، والنادي المصري مش طرف معاك، والنادي المصري لعب معاك مباراه من شهرين ولا من ثلاثه وانت ما اعترضتش على اي حاجه. وكون ان انت يعني النادي المصري الحق بفريقك هزيمه، معناه ان انت بعد شهرين ثلاثه تقوم تعلق شماعه وتتهم النادي المصري بانه هو مزور، والنادي المصري ما مش محتاج انه يزور. مش بيتهم النادي المصري، هو بيشكك في ورق الولد ان في بعض اللعيبه ساعات تعرف. يا كابتن كريم، هو طلع على الهواء اتهم النادي المصري، واحنا خاطبنا الاتحاد المصري رسميا. اصل انا ما شفتش البرنامج ده، بس لا ان النادي بيحتفظ بكامل حقوقه في الرجوع الى اي حد بيسيء للنادي المصري. تمام. امر لا يليق برئيس نادي ان هو يطلع ويتكلم الكلام ده، واحنا مش طرف في ده. اكيد اكيد. ومع كل بنقول يعني لكل حادث حديث يعني. اكيد. هو الولد النهارده كان عنده تحقيق في اتحاد الكوره وقدم الاوراق المطلوبه. اعتقد ان هو كان في استدعاء، لكن في كل الاحوال على اتحاد الكوره ان يتخذ كافه الاجراءات القانونيه اللي تحافظ على اي حد على حقوقه دون المساس بالنادي المصري وباسم النادي المصري. اكيد اكيد. بشكرك يا دكتور رجب، ومبروك للمصري مره اخرى، ونتمنى التوفيق دايما للنادي المصري خلال الفتره القادمه ان شاء الله. دعواتك كابتن كريم. حبيبي يا دكتور رجب، بشكرك شكرا جزيلا.